أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من المعلوم أنه إذا استعمل المنجنيق فيحصل به قتل عام من الرجال والنساء والولاد. عند الحاجة لا بأس، استعمل المنجنيق والمدمرات عند الحاجة، إذا لم يمكن قتال الكفار إلا بذلك يستعمل للضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المنجنيق في غزوة الطائف وضربهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.